نحن اليوم داخل معمل الزجاج والحراريات في محافظة الأنبار. هذا المعمل يقع في حي التأميم، إضافة لتشغيل الآلاف من العمال. هذا المعمل الذي كان يغذي جميع محافظات العراق بإنتاجيته، المعمل من خلال الزجاجيات والحراريات وكل ما يتعلق بها. هذا المعمل تعرض بعد دخول داعش إلى عمليات دمار لحقت كما ترون الأضرار التي لحقت بهذا المعمل. هذا المعمل إلى التحرك الفوري وإلى مستثمر جاد وليس زيارات وغيرها. تأسست عام 1976 وشغلت آلاف الموظفين، وصل عدد الموظفين إلى 5000 موظف، بالإضافة إلى تشغيل الحركة التجارية في عموم المحافظة والعراق. وتعرضت هذه الشركة إلى أضرار جسيمة نتيجة الأعمال الإرهابية التي قامت بها عصابات داعش، ونسبة الأضرار وصلت إلى 40% في بعض مفاصل الشركة، ونسب أخرى تصل إلى 100%، ودمرت البنى التحتية للشركة. الآن توجه الشركة نحو الاستثمار، حيث استقطبت عروض عديدة ألمانية وشركات روسية. الآن نتفاوض مع الشركات الروسية والألمانية لاستثمار 7 معامل من معامل الشركة، ووصلنا مراحل متقدمة. ننتظر الإجابات النهائية للإحالة، حيث زيادة الطاقة الإنتاجية وزيادة الكوادر وتشغيلهم، وهذا سوف يؤدي بالتالي إلى تشغيل الحركة التجارية في محافظة الأنبار وعموم محافظات العراق، حيث أن الزجاج يدخل في أغلب الصناعات الغذائية والمنازل والدور السكنية، وينتج مختلف المنتوجات لمعامل الأدوية ومعامل البيبسي كولا والواجهات المنازل والعمارات السكنية. والآن المعمل الأول هو معمل الألواح الزجاجية الذي طاقته الإنتاجية 120 طن باليوم، ومعمل القنان الطبية الذي إنتاجه 95 طن باليوم، ومعمل القنان والجرار 175 طن باليوم. هذه المعامل الآن تقريبا 80% محالة، فقط الأعمال النواحي المالية، استكمال النواحي المالية مع الشركات الروسية أو الألمانية وتشغيل هذه المعامل. وهناك مجمع آخر هو مجمع معمل السيراميك، مجمع متطور وحديث، أيضا هناك منافسة لاستثماره. الدولة الآن لا يوجد تمويل للشركة، نطالب بزيادة تمويل الشركة لإعادة البنى التحتية وتهيئة المعامل للتشغيل، مع تسهيل أمور الاستثمار لكي تأتي الشركات إلى الزجاج وتشغل معاملة هذه الأيام. من الشركات التابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن، واللي تقع في مدينة الرمادي تبعد عن بغداد 110 كيلومتر. الشركة من الشركات التي تأسست في 70s القرن الماضي عام 1970. كانت الشركة من الشركات المنتجة طيلة الفترة التي سبقت أحداث عام 2003، ولغاية عام 2011 كانت الشركة من الشركات المنتجة والتي تحقق أرباح من خلال المنتج. وبسبب الظروف والأحداث التي حدثت عام 2014 و2015 لغاية 2016 حدثت أضرار عديدة في الشركة بسبب الأعمال التي حدثت في الشركة، حيث كانت خط صد قتالي بين قواتنا الأمنية والمجاميع الإرهابية. وبفضل الله سبحانه وتعالى تم تحرير المحافظة والشركة، ودأبت كوادر الشركة على إعادة
إعمار الشركة من خلال ما متوفر من إمكانيات، واستطاعت الشركة أن تعيد البنى التحتية البسيطة التي من الممكن أن تؤدي العمل الوظيفي في تأمين خدمات بين الشركة وبين الدوائر المحافظة ذات العلاقة. حالياً الشركة طرحت كافة معاملها الحديثة التي كانت مرشحة للإنتاج عام 2014، طرحت الاستثمار وبواقع 11 معمل، وحالياً هناك شركات استثمارية عديدة رغبت وترغب باستثمار هذه الشركة والاستفادة من المنتج ولتشغيل العمال الذين لديهم الإمكانية على الاستمرارية بالإنتاج وتقديم المنتج إلى الأسواق المحلية لتحقيق أرباح ولتحقيق انتعاش اقتصادي للمحافظة ولزيادة الإيرادات لهذه الشركة. نحن كمسؤولين في هذه الشركة نطرح المعامل للاستثمار، وطرحنا مشاريع أخرى جديدة كانت غير موجودة أصلاً في منهاج الشركة في المنتج، حالياً مطروحة للاستثمار، منها معمل إنتاج الكريستال، معمل إنتاج العوازل الكهربائية، معمل إنتاج العوازل السيراميكية، معمل إنتاج الأواني، معامل القرميد، معامل أخرى كانت لا توجد في الشركة وضيفت إلى منهاج الاستثمار للشركة، وحالياً لدينا اتصالات مع شركات ترغب باستثمار هذه المعامل إضافة إلى ما موجود أصلاً من إنتاج نمطي في هذه الشركة. ونطمح في الفترة المقبلة أن نبشركم بالإحالة لهذه الشركات التي حالياً قسم منها في طور المناقشة لغرض استكمال إجراءات الإحالة، وإن شاء الله سنصل إلى نتائج إيجابية متوقعة خلال هذه الشهرين القادمين إن شاء الله. كانت شروطنا نحن موضوع شروطنا الاستفادة من العاملين أقصى ما يمكن، وتم درج شرط الاستعاضة بالعاملين الذين يحالون على التقاعد، أي بإمكان المستثمر تشغيل أيادي عاملة أخرى من العناوين الموجودة في المحافظة والاستفادة منها في تشغيل المعمل. الشركة بحاجة إلى عديد من العناوين فقدت بسبب التقاعد، فقدت بسبب عدم وجود تعيين. حاليا المستثمر له الحرية في تشغيل هذه الخبرات والاستفادة منها إضافة إلى ما موجود أصلا في الشركة من عناوين. لدى شركتنا حاليا تحت التفاوض سبعة معامل مرشحة للاستثمار من قبل شركتين متنافستين حاليا عليها وتحت الإحالة تحت التفاوض. هناك شركات أيضا قد فاتحتنا لغرض المشاركة في استثمار هذه المعامل. نحن ذكرنا أن هناك رغبة جدية في استثمار هذه المعامل. نعم هناك صعوبة في وجود شركات حقيقية ذات تمويل واضح، ولكن لمسنا في هذه الشركات الأخيرة هناك جدية وهناك إمكانية تمويل بسبب وجود مواد أولية زاخرة في صحراء الأنبار. هذه المواد من المشجعات على الاستثمار، علاوة على أن منتج الزجاج هو من المنتج الذي لا يمكن إنتاجه كإنتاج منافس في العراق. نحن الشركة الوحيدة التي لديها القدرة على إنتاج المنتجات الزجاجية ورفض الأسواق بها وبإنتاج نمطي. يحتاج العراق إلى كثير من المنتجات التي حاليا تستورد بالعملة الصعبة تصل إلى حدود 500 مليون دولار. نحن هنا قادرون مع المستثمر على تأمين هذه المادة وبالتالي توفير هذه العملة الصعبة للبلد. تقديراتنا في إعادة تأهيل المعمل وصلت إلى حدود 70 مليون دولار، ولكن هذه للمعامل التي هي أصلاً كانت موجودة، ولكن طموحاتنا تجاوزت هذا. نحن طرحنا مشاريع حالياً وصلت قيمتها إلى 300 مليون دولار. نحن طرحنا موضوع إنتاج الزجاج المسطح، موضوع إنتاج الكريستال، موضوع إنتاج العوازل السيراميكية والعوازل الكهربائية. هذه أضيفت إلى قائمة الاستثمار تصل مبالغها مع ما موجود لدينا من استثمار إلى حدود 300 مليون دولار. هذه المعامل لو قدرت أن عملت مرة أخرى ستوفر مبالغ أرباح إلى الشركة لا تقل عن 100 مليون دولار سنوياً.
نطمح بهذه المبالغ، وإن شاء الله سنبشر المحافظة بهذه الأرباح التي ستكون منهاج عملنا ولرفد المحافظة والاكتفاء الذاتي لرواتب الموظفين. يبدأ التشغيل به منتصف عام 2014، لكن بسبب الظروف المرت بها المحافظة واجتياح عصابات داعش الإرهابية تعرض المعمل إلى أضرار جسيمة مثل ما جاي يشوف، يعني بلغت نسبة الأضرار حوالي 40%. الآن إحنا مقبلين على مرحلة الاستثمار مع الشركات الروسية لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى حوالي 120 طن باليوم وتشغيل عدد عاملين 100 عامل. أمل المستثمرين إعادة تأهيله وترميمه على أن يدخل المعمل إلى الخدمة من جديد، ويسعف الخريجين ويسعف البطالة في عموم المحافظة. هذه هي الأضرار وهذه جرائم داعش الذي خلفها منذ عام 2014. نتمنى الإيجاد الحلول السريعة والمستثمر لكي يخدم هذه المحافظة والعراق، وبما أن هناك أيضا الكثير أو الاستحداث أقسام أخرى من الفرفوري وغيرها ليكون هذا المعمل النموذجي الأول وينافس المعامل الأخرى التي توقفت، وإسعاف أيضا الأسواق والمواطن العراقي والأنباري بمنتجاته. وذلك أيضا هذه المحافظة معروفة وغنية بمعادنها الأولى وأيضا الإنتاجية الأولى تعتبر في الشرق الأوسط، خصوصا هذا الموضوع معمل الزجاج في محافظة الأنبار أن يكون قد أوصلنا ما يحتاج إليه. جرائم داعش الذي خلفها منذ عام 2014، نتمنى الإيجاد الحلول السريعة والمستثمر لكي يخدم هذه المحافظة والعراق، وبما أن هناك أيضا الكثير أو الاستحداث أقسام أخرى من الفرفوري وغيرها ليكون هذا المعمل النموذجي الأول وينافس المعامل الأخرى التي توقفت، وإسعاف أيضا الأسواق والمواطن العراقي والأنباري بمنتجاته. وذلك أيضا هذه المحافظة معروفة وغنية بمعادنها الأولى وأيضا الإنتاجية الأولى تعتبر في الشرق الأوسط. نتمنى أن تكون هذه حلقتنا، هذا البرنامج قد أوصلت إلى جميع المتابعين إلى وتسليطنا خصوصا هذا الموضوع معمل الزجاج في محافظة الأنبار أن يكون قد أوصلنا ما يحتاج إليه والأضرار.